طارق لبرق وينك طارق لبرق طارق لبرق وينك لا طارق لبرق طارق لبرق وين مفارق اللين وما عيوني سرق وينك مرحبا الله يبارك فيك الله يبارك فيك مرحبتين اش حالك هيك طيب الله يبارك فيك لعقبالك ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله صل على النبي كل شيء على البركه كل شيء على البركه يا ماشري الله يبارك فيك الله يبارك فيك لعقبالك يا مويله يبارك فيك ان شاء الله وسعوا 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 يا جماعه السلطان يريد يتريح عطوه الريح ما شاء الله ما شاء الله بخني بخني بنا يا مويله الكراب كان مطولة خلاص يا مشري اعطيني تو دورينا انا السلطان بي نقعد تو يا كل السلطان انا ياير انا فرحي هذا ياير هذا يسبه تو كانك انت كيف كاني تو كان صداقت انت مبصر وقاعدين يا مشري والله والله يسحب الله صح يعطيك الله دعوي بشواش مغرب بشواش جيب هالبدنية والحقني ليه هذا ديما مخرب علي احلامي راجي النشوال شايب سلمي سجدني بيضير هاك هاك مربوح ليه كذب قبل ان يسبعوك صوت ضغط ما صار شيء السلام عليكم سلام الاكرام مرحبا حسني جفارة لا والله ما عندي ولا مبيح فيه انا اسمي حسني جفارة حسابك اللي تريد دخان تفضل مكان الله شو اسمه معلش هذا ينقل مقلب الشراب من تبي؟ جبت لك عرب يا سبور قبة جبت لك عرب جبت لك عرب يا سبور قبة جبت لك عرب هاي تفضل يا عليك زمزك يا ابو سلمين تو الرجل لقيتها في البراريك ليش ما خليتها في البراريك دقيت عليك في براكتك زين طلعت نوم والله رتها الشيخ يا سيدي مرحبا يا ابو صاحب هاي تفضل شكرا انا حسني الجفارة انا حسني بطلان اسكت حسني الجفارة من اشهر الداعمين لحركات التحرر ومناهضة الظلم والاضطهاد ايوه بصراحة انا مستغرب انتوا كيف عايشين انا
لا ضي لا مية لا بيئة صحية. والله يدي بنقول فين أم الله والله يلا صحية. هلا غالب يا أبو صاحب ليه ما تعاند المنجل؟ ما فيش منجل. بالله الكريم الرحمن الرحيم. هذا خنوع. الشعوب المتطلعة للحرية والانعتاق لازم تقاوم وتكافح من أجل حريتها. هذا كان قاعد يطهق علينا يا بركم. لننتظر قليلا. يبدو أن الرجل لديه ما يقول. إيش؟ الرجل في عقله داي. عزيز قال لي عزيز قال لي يا مشري عزيز قال لي عزيز قال لي ننقلنك كشفت فيه مسكين. ما تقول يا مويلة. نعم تو خطي السياق والصاحبة والخطرش الآخر إيش يكلف الفرح؟ نعم أمسك عندك يا مشري. نعم عندك الصاحبة بيه وعندك حديد لما بيه وعندك حديد الحنة. حديد الحنة لا 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 يا مويلة حودها حنة مرات نطبع فولية حنها ميتة. بيه يا سيدي حولها كويس. أمسك عندك عندك الصاحبة بيه وعندك حديد لما حديد لما آه. حتى هي ميتة حودها يا مويلة حودها واجب. ماشري أشريك تأخذ لي ميتة بيه بيه ميتة هو 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 كانك انتوا قاعدين هنا ندور فيكم. هي تعالوا هي نرجع غادي هي تكانك تدور هاي عليك تعالوا شوف الراجل اللي جاء غادي غير تعالوا هي انت راجل ايش دوت يا راجل انا مغير الشاكم افطي هيد مفطي هيد وحروب ويحكي اللي بصير ما لحد ياكل في شوارب. هي هي بسرعه والله تموت عليه بالضحك. هي بسرعه بس هي 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 عاد شوفوها. مرحبا أيها الرفيق. مرحبا أيها الصديق وقت الضيق. أثبتت التجربة أن الإمبريالية لا يمكن الوثوق بها ذرة واحدة. تعنيت تعنيت توالينك من زمان أنت معك سوتيو زميت هذا رجل ها؟ هذا 0.50 من 0.5 جفارة والله صحيح من قالها علي الحلال. الرجل هذا ما مكلوب الا كلب. نخوع ما نخوع خنوع خنوع ها خنوع. انا ارى ان نفسح له المجال. ايش اعطوا الرجل ما في باله ما نخسرين شيء. علي الحلال والحلال مونت هالمنطقة تقول ما دي عليها ما جاء فات الطايح وقول لي للربايح. نشهد الله في هذه صدقت. تشسير سي برقبة هذا دعس على البندقة ويستر الله. الموضوع هذا ما عشي يستمر يا جماعة. انتم لازم تصبوا معي. هاي صبوا بسيتك. لا 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 صبوا معي باش نحقوا أهدافنا النضالية. الكفاح يا جماعة الله ما أروع الكفاح. تعرفوا الكفاح؟ كيف يا رمناخ ذكر كفاح لزمان. صاحبك هذا صير له. تعرفوا يا رفاق لما تكون يد واحدة وسط واحد كل مشاكلكم حينحلن. لكن لازم تضحوا. ضحوا انضمر انت وش تبينا نديره يا ابو صاحب؟ اول حاجه نديروها نجبروا الدوله تقعمز معانا. يا جماعه الرجل دوخنا مره يبينا نقمعز مره يبينا نصبوا معش عرفنا. ما عندكم مش حاجه مسيطرين عليها هنا؟ لا, لا, لا والله لا ضي ميه بترول غاز نفط اي حاجه. لا, لا والله بحياتي عنك يا ابو صاحب خطي هالعشيش لي هفكن ما انا شيخين على بصيره. مشكله في حاجه يا حاج. شني ضرب على الطعام. ضرب عليش نديروا اضراب على الطعام يا حاج يعني لو كان لشرام. لا كلا عندنا الطعام رايح بالاضراب. ما فيش ضحك. بسم الله الكريم. الكفاح الكفاح يا جماعه الله ما اروع الكفاح. كفاح الخلو. انت هذا رايك في جزيدين؟ نعم هذا رايي. جفارة قال ديروا ضرب على الطعام اسبوع يجيكم الخير لعندهن. واسبوع بناك واجد يا راجل عند الله صيام وبعدين ريتها لو كان لي طرطيش. انتم ايش رايكم يا جماعه لو كان حصلوا فلوس يطلع الفرح
لو كان هذا مبطله بكل ونجوع شندرنا بيه لو كان نحنا شندرنا بيه حقوه يا عرب خلينا نجرب درنا وراك ودزينا شكاوي وما صار شيء جانا حتى دودي هلا فيك يا دودي كان تصيبة اللوكال فيها فايدة نامت نازل على الفطور وش رأيك أبو سلمي؟ والله ما عندي معك أمري لكن عمري ما ريت شر يجي بخير مفيت عندك أما قلت لك برقبة الضرب على الطعام هذا يجي قبل الغداء والله بعد الغداء اسكت ماشي دخل لي بنت شينا ونطيح فيها الحول هذا الإمبريالية يا صديقي ما فيش منجل بسم الله الكريم ديكي أنت صديقي بسم الله الكريم جميل عظيم ملهم لا تجعل الطعام يهزمكم تخلصوا منه وتخلوا عنه المجد والخلود للشعوب الجائعة جميل عظيم ما أروع الكفاح أرجع قبل لا تسكر يا بسمي عندك زيت طعام خرفي منطقة فيها أضراب على الطعام وانت تريد زيت طعام سلمين موضوع الأضراب هذا أنا منيش بتريح له كيف مش بتريح هذا من ظني إلا ملعوب من عيد برقبة بيش العرب ما تشريش من مولنا مولنا بدأ عاد الحسلمني جاك المفتاح يا رفيق عطي سيدك المفتاح جميل هذا قحاش المول باللي فيه سلمين ما حقاش لأني وليدك الحمد لله اللي ملاك وليدي أن هالموضوع ونجي طبته يا فقي زيدان أنا أرى إنها بوادر خير يا برقبة وأنا أرى إنها بوادر شر قلت لك المعالف والحيطان اللي عند الساعة نجيب هنو اسكت يا راجل ما تقول لهم شنو بلغ الساعة نحتازاو لهم هكذا تنتزع الشعوب حريتها سيدون التاريخ ذلك يا برقبة أجل أيها الرفيق ليس كل ما يقالوا إننا به أبدا ما فيش منجل انضمر الثائر الحقيقي يقوده شعور عظيم للمحبة محبة العدالة والإنسانية والحقيقة ليست هناك من حدود للنضال حتى الموت ولا يمكن أن نصبح غير مبالين بما يحدث في أي جزء من العالم صدق. إذا قتلت فإنك ستتمكن من أن تكون حرا إذ لم تقاتل فإنك ستخسر المعركة الوحيدة التي نخسرها هي تلك التي ننسحب منها اللي بلايش فيه النهارات عليك بولسير مطرك الراعي الحقيقي هو الذي يقوده شعور غريب نحو العشاء نحو العشاء راجي يا جفارة راجي ما زرنا عليه لو ساحة تنحن بعد المنى اللي في البيت خذيها كلها المكلوب يا عرب نحن عهدنا الراجل وضروري نوفوا بعهدنا أصبروا النهارات بل الطبيخ وين خرفي هذا ما قدر تخايله من تو تغير شمه كويس يا جماعة شمه كويس بس هذه بنة حساء وجاية من مغرب تغير شمه زين هذه بنة طبيخة بطاطا وجاية من مقبل تقتلك حساء وفيه زعتر وجاي من مغرب
قلت لك طبيخة بطاط. حساء. بطاط. حساء. باهي باهي باهي. مع خير يا أبو رقبة. وين؟ وين ماشي في هالليل؟ كأنك. ما في شيء جوا يا راجل، ما في شيء جوا. دين يضرب على الطعام. والخير جاي يا راجل، خير جاي. ما فيش طعام، ما فيش خير جاي، ما فيش بنجل. نمشي لعندي نرتب مع المقزول. هذا مكلوب مسكين. يا ما كلينا من لذيذ وطيب، ويا ما لبسنا من جديد وبيت. والله هذا للاخره يبرح. ذكرها المفروضه يا مشري عليك ايام. ها كسيت بلا لوكيل. ايش رايك يا جماعه نديروا نار؟ وعلاش من غير تصد وجونه وخلاص؟ حسني جفاره قال كان يطلع كام الشر، الساعه يجيك من الخير. وحسني جفاره وانا حسني جيعان. قلت لك ابو سلمين ما راكش قايل فتفوت عليها اللقمه؟ ايش ما راكش قايل هتروش عليها الكلالي؟ جيعين النشوان. جيعين والله. قلت حاجه ما زالت ما طابت زين. حط رو قطعنا الشر. قالوا كان قطعنا الشر الساعة بعدها يجينا الخير. ونحن قبل ما منمر نظرنا واللي يصير يصير. وهي من قبل معيشة زر وفقر وقل معاه تكهير. وربي جاب مناض الحر يعلمنا كيف التحرير ونضالية كل بشر. وطني هاد حقوق الغير ضروري جدا يستمر الفكر الثوري والتبشير. وحتى كان شوي وعر وفي اللقمة صارت تكسير. وحتى هو جوعان كافر. استصبر ما عندك مدي. امنحها لفرد الاكثر الدفينة متاع التجمير. وانسى التحشية في البر والشاهي وحتى التمير. وبمقطع لا ما تفكر ولا حتى بزين شعير. الله يسلمك الله يسلمك والله يصبرك. لكن انت والله ما تنكتب علي، تقعد بلا عشاء ونايا ذاك، هذه ما نديرها بشكل وحياتك. هاي تفضل يا ابوي. ها والله نقول لك يا المقزول سامحني فيها. ايوه يا مراجع مراجع. نعم 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 يا مراجع. غادي 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 وانت تلصق غادي. اسمع عدي طق فيها للناجع. نقول لهم الغدا هنا؟ لا قول لهم قال لكم برقبه تعالوا عندي اجتماع هنا. سقط قبل صاحب الوديعه ياخذ وديعته. بيه بيه انعم بولي بكيهن. يا ابو عطبة يا ابو عطبة. كانك يا ولد الخير جاء ما زال طول عدي نجيبه ونجي. لا الحقيقة والله تميت كيف المقزول. جيعان قال لي جيعان قال لي يا محي جيعان قال لي جيعان قال لي. ما تقول يا مويلة. كسخر الله وقعدنا من هالدنيا. زعمك نموتوا في الصيف خير والله في الشتاء خير. في الربيع خير يا مشرف. الربيع في قعمول وكريشة وترفاس. انا اقول خاطري الصيف خير. هاي كان حد ما شاء خير. خير ومرحبا. الله يسلمك. سي برقبة قال لكم بلوا روسكم تحسنون اللي عندي. بس برقبة هذاك وش وصلنا له يا مراجع؟ عليك كلامي خليه يجينا انا يا مراجع.
في شي حاجه ناكلوها قطرتكم هذه؟ لا والله. في جرو ابيض سعدت. بسم الله الكريم الرحمن الرحيم. ايش في عقلك انت يا مراجل؟ لا غير نشد علي لي سنين ما ريت انا بس. هيا 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 وصلنا الله طيبين، الطريق طويله ما زالت. هيا هيا هيا. هذا بيت برقبة. هذا بيت قوبعة. بيت قوبعة. السلام عليك. سلام. هل تفضل؟ وعليش نتفضل الكذب؟ نمشي الاجتماع طولنا عليه. بعيد بالك الاجتماع نديره هذا خير. قول يا ابو سلمين. اللي حل فسخته هذا يريد يحضر معنا اجتماعه. هناك اجتماع بلاي يا الديلع. قال لك يا الديلع. ايش؟ يا الديلع. تعته والله يقول والله ما عندي له جهد. وانت عندك له جهد؟ لا. احلف. كلام واحد. ما لها اي هبيل المنطقة. هيا. بسم الله الكريم. تقول حربة. امتى مساء يا برقبة؟ امين جديد عن جفارة؟ ايش؟ شي خبر ولا علم على المكلوب يا را. لا والله. لكن قالوا الخير جاي. وخايفين يجي. ما يلقى حد. منو؟ الخير. لقم شيخ. وباش اللقم هلاك بالتراب. رقبة. آه. يا رب ركبت فينا. مرحبا. هاي تفضل. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم انتم يا ابو رقبة. والرجل اللي جاي كان راجل مريض نفسي وهرب من المستشفى ولنا فترة ندوروا فيه. تضم على من يحكي يا ابو رقبة. جفارة. جفارة قالوا مقلوب. راك تنسى يا برقبة. النضال يا شباب، الله النضال. المعركة الوحيدة التي لا نخسرها يا برقبة هي تلك التي نسحب منها. راك تنسى النضال يا شباب. لا للإمبريالية. ما فيش منجل.